الصديق وقت الضيق. مريت في ضيق معين وصدر لك واحد من الأصدقاء وقلت له أنت اليوم بمثابة الأخ؟ هواية هواية بالحالتين، يعني هواية صدوا بشكل رائع، وهو يعني قليل الصدوا بشكل. أنا وياك بمدينة الصدر، واحد من أصدقائك في مدينة الصدر. هواية أصدقاء عندي. ليش أنت عندي تطي العضوية الخاصة بالصداقة بسرعة؟ لا لا لا، يعني عندي صديق عمري الفنان حسين علي صالح، بيتهم بالدربونة اللي ورانا، وكانوا وياي بمدرسة المعرفة. زميلك بالمدرسة؟ اي، من المدرسة المعرفة للكلية احنا سوا. خلصنا كلية سوا. الممثل المعروف حسين علي صالح كان زميلنا ايضا عبد الوهاب الساعدي، الشخصية العراقية الوطنية المحترمة.